التحليل والإشعاعات فيهم حاجة؟ جوزك فين؟ ليه؟ مفيش حاجة، ما تقلقيش، أنا عايز يجي لي العيادة ضروري. إيه؟ عايزني ليه؟ معرفش يا حبيبي، روح وشوفه عايز منك إيه؟ أروح لدكتور نسا أعمل عنده إيه يا حنان؟ اتجننتي؟ ويا ترى بقى ماما موافقة على الكلام ده؟ ما هو الراجل أول ما مسك التحاليل قال لي أنا عايز جوزك ضروري، لما سألناه عن الأسباب قال لما أشوفه هبقول لكم. آه، يبقى أكيد التحاليل فيها حاجة. ما هو ده اللي مخوفني. لا، في حاجة أنتِ عارفاها ومش عايزة تقوليها لي. بصي بقى بالراحة كده وقولي لي فيه إيه. والله العظيم وحياتك عندي ما في أي حاجة، مع إن ماما قعدت تتحايل عليه عشان تفهم منه أي حاجة ما رضيش يقول. أنا قلت لازم أعرفك اللي بيحصل ده مهما كان أبوها. طبعاً طبعاً دي بنتي، بس تفتكري يعني هي عندها مشكلة في الحمل فعلاً؟ أنا مش عارفة، أنا حقيقي مرعوبة، خصوصاً إن ممدوح هيتجنن على الخلفة وعمل مليون مشكلة عشان هي تروح للدكتور، مع إنهم ما بقالهمش كتير متجوزين. أنا خايفة إن يكون قلبه حاسس بحاجة عشان كده صمم إنها تكشف. طب هدي نفسك ما تقلقيش، أنا اللي أعرفه إن اليومين دول بيحلوا أي مشكلة في الحمل. يا رب. طب ليه الدكتور طلب يشوف جوزها؟ لازم لقى عندها حاجة ما بتتعالجش وعايز يصرحوا بيها. يا مريم، حتى لو كانت مش هتخلف خالص وإيه يعني؟ هي هتكون أول ولا آخر واحدة؟ والنبي ما تقول كده، ادعي لها بس. أنا؟ لا بلاش أنت، إن شاء الله ربنا هيرزقها. إن شاء الله إن شاء الله. أنا أعرف ناس صالحين جدا نخليهم يدعوا لها ويدعوا لنا. مالكش حق ابدا يا عامر تتسرع وتحكي لمريم عن الموضوع. ودي فيها ايه بس يا جيهان؟ مش لما يبقى في الموضوع ملامح، ده مجرد كلام، ان شاء الله مش هيبقى فيه اكتر من كده. ايوه بس انا عمري ما خبيت عن مريم حاجه او حتى بحسبها كده. اصلا انا حاسه ان احمد بيفكر في ساره. ايه انت بتتكلمي جد يا جيهان؟ وهي دي حاجه فيها هزار برضو؟ ايوه بس ساره اكبر من احمد بسنتين. مش ازمه يعني يا عامر. طب وما تكلموش ليه؟ ايه اللي مسكهم؟ اكيد كان هيقولوا، بس انت سبقت وقلت لهم على الواقع اللي احنا فيها. ما انا قلت لهم ان احنا مش موافقين. بس اكيد قلت انها عايزاه بصراحه. اه تبقى انت كده قفلت البف وشهم قفله جامده. لو خلص الموضوع بتاع النت ساعتها يبقى في حل وممكن نفتح الباب مره تانية. يا ريت يا عامر. المهم عملت ايه في موضوع المحل؟ لحسن انا مش عارفه راسي من رجليا، عايزه اجهز بضاعتي والناس اللي هشتغل معاهم. بقولك ايه يا جيهان، ما ترجعي البنات اللي كانوا بيشتغلوا معاكي في المحل اللي فات. ما انا هعمل كده لو كانوا فاضيين، على الاقل ابقى ضمناهم. على خيره الله، عموما كلها يومين وكل حاجه هتبان. هو اسماعيل فين امال؟ زمانه بيستعد للمروح. بيني وبينك وجوده هنا نافعني جدا، بيسد مكاني لما يكون عندي اي ظرف. عيني بتحبك وقلبي بيحبك وحضني بيضمك، ده يبقى ايه معايا؟ بوحشني بعيد بتوحشني حبيبي، طب قولي ده يبقى ايه؟ يعني ايه كل ما اروح مكان اشوفك جنبي؟ ايه يا اسماعيل البواخه دي؟ مش قوي كده يعني، مش كل دي رومانسيه وسرحان كده. لا ابدا، دي اغنيه بحب اسمعها بس. طب ومالك كشرتي ليه كده؟ مفيش حاجه. طبعا انت متخيله ان احنا ضدك وبنحاربك واقفين ضد مشاعرك واحاسيسك، مش كده برضو؟ مش هو ده اللي حاصل؟ ابدا والله مش هو ده اللي حاصل. كل مشكله ان الحاله العاطفيه اللي انت فيها مخلياكي ما تشوفيش اي حاجه الا اللي جواكي بس، لكن احنا بقى علشان مش في الحالة دي فممكن نشوف بالنيابة عنك المستقبل ممكن يبقى عامل ازاي مع شخص زي ده. المستقبل مش بايدينا ومحدش ابدا يعرف بكرة في ايه. بقولك ايه، ما توديش كلامي في سكة غير اللي احنا بنتكلم فيها خالص. انا مش بقول ان احنا بنتنبأ او بننجم،
أنا كل اللي بقوله إن إحنا نشوف تجارب الآخرين ونقيس عليها تجربتك. أيوة بس صوابعك مش زي بعضها، وكل قاعدة وليها شواذ. آه بس مش لازم أنت تكوني من الشواذ، ممكن تكوني من الأغلبية يعني. إسماعيل أنا بحبه، أنتوا ليه مش قادرين تحسوا بيا؟ ولا أنت عشان محبتش قبل كده خالص مش قادر تقدر موقفي؟ أنت عارفة إن أنا مأجل الحب والارتباط خالص دلوقتي، بس حتى يعني لو كنت بحب أو مرتبط ده ما يمنعش إن أنا أخاف على مصلحتك برضه. وعلى فكرة المشاعر بتخف مع الزمن، وصدقيني لما تخف بالنسيان أحسن بكتير قوي والله لما تخف بعدم الاستقرار والمشاكل. أنا مش فاهمة أنتوا ليه دايماً شايفين الموضوع من وجهة نظركم أنتوا ومتجاهلين وجهة نظري تماماً. لا بقى مش كده خالص. طب اهدي بس، اهدي يا حبيبتي. مصدقيني والله لو ليكي نصيب في حاجة هتشوفيها بإذن الله. إسماعيل من فضلك وقف جنبي، انت المفروض تكون اكتر واحد تحس بيا. انا حاسس بيك يا عمتي والله، ومقدر الظروف اللي انت فيها كويس جدا، وعلى طول مش بطل التفكير ان انا ازاي اقف جنبكم واحل المشكله دي. يا حبيبي يا احمد ربنا يخليك، ربنا يسهل. طب وهي امنيه ما نزلتش السنتر ليه؟ امنيه نزلت من بدري تدور على شغل. شغل؟ شغل ايه وازاي؟ وازاي ما قالتليش قبل ما تعمل حاجه كده؟ ربنا ما يوريك كسره النفس بعد الراحه. ان شاء الله ما فيش اي كسره نفس بعد كده يا عمتي، وكل اللي حضرتك عايزاه هيحصل وزياده كمان. صحيح هتعمل كل اللي انا عايزاه؟ طبعا ان شاء الله، حتى يعني نعمل مشروع صغير تمسكيه حضرتك وامنيه، وانا مش هسمح ان انتوا تتبهدلوا او تحتاجوا يعني. طب وامنيه مالها؟ وضعها ايه بالنسبه لك حضرتك؟ ممكن تخلي الموضوع ده دلوقتي، احنا اهم حاجه دلوقتي نامن حياه كويسه ودخل كويس ليكم. وبالنسبة للأمنية هي في عينيا في كل الأحوال، حتى لو اختارت أي حد تاني للجواز، وتأكدي إن أنا هفضل قريب منها على طول. على العموم أنا سيبك تفكر على أقل من مهلك، بس بالنسبة لمشروع جديد ده هيكلفك كتير. وإيه المشكلة لما كلفنا يا عمتي؟ ده كلام برضو. أنا بقول ندور على أي حاجة قديمة عندك هنا كده وتجيب لي فيها شوية بضاعة ويبقى المكسب بالنص. أيه بس هي فين الحاجة القديمة دي أصلا؟ انا ما عنديش غير السنتر والمصنع، ودول ماما مشاركاني فيهم، يعني مش محتاجين حد يشغلهم. ايه رايك اسافر سوريا افتح الكوفي شوب هناك بتاع باباك اللي هو بقى بتاعك دلوقتي، وبدل ما نصرف فلوسنا في حاجه جديده. كوفي شوب؟ ايوه نستفيد منه بدل ما هو مقفول كده، وتسافر معانا يومين في كده في الاول. ايوه بس انا ما اقدرش اسيب مصر، ما اقدرش اسيب الشغل كمان. لا ما انت مش هتسيب مصر ولا حاجه، هتيجي معانا اسبوع اتنين لغايه ما نقف على رجلينا. ده اللي كنت حامله همه وعامله حسابه. حضرتك كنت حاسه انها هتطلب الطلب ده؟ كنت متاكده مش حاسه. ماما حضرتك عليكي حاجات غريبه قوي. طب ليه ما قلتليش عشان لما تفتح معايا الموضوع ده بعمل حسابي؟ طب ما انا قلت لك لما جت السنتر وقعد تسألني على المحل وهتعملوا فيه ايه؟ ايوه بس حضرتك ما قلتليش انها ممكن تطلب ان احنا نشغله تاني. وجيها قالت لك. بص يا احمد، عمتك صفيه دي انا حافظاها كويس جدا وعارفه بتفكر ازاي، بس برضو ما اقدرش اسبق الاحداث واقول لك على حاجات جايز ما تحصلش 1%. طب قولي لي اعمل ايه دلوقتي؟ لا انا ما اقدرش اقول لك، دي املاكك وحاجتك وانت صاحب القرار الاول والاخير. يا ماما من امتى حضرتك بتقفلي في الكلام معايا كده وتشيلي نفسك من الحكايه؟ لا يا حبيبي، اي حاجه خاصه بعمتك انا ماليش دعوه بيها، انت اللي لازم تقرر. ايه يا ماما الكلام الغريب ده؟ حضرتك عمرك ما تخليتي عني في موقف ولا حتى في رايي. في حاجه غريبه في كلامك. والله ابدا، بس انا عايزاك انت اللي تقرر، انا مش عايزه اشيل مسؤوليه قرار حتى قدام نفسي. خلاص يا ماما اللي يريحك. هو طارق ما رجعش بعد الغدا؟ مش عارفه، متهيألي ان هو راح مشوار مع بابا. مشوار ايه؟ بقول لك ايه، انا مفيش اي حاجه شغلاني دلوقتي غير حنان، نفسي اعرف جوزها عمل ايه عند الدكتور. يعني ايه يا دكتور؟ مش فاهم. شوف يا استاذ ممدوح، انا من خلال خبرتي الطويله بالازواج عرفت ان الزوج ما يحبش ان مراته تقول له اكشف او حلل، وانه صعب يقتنع بده الا من الدكتور بنفسه. افهم من كده يعني انك عايزني اكشف وحلل؟ بالظبط كده. مراتك ما عندهاش ما يمنع الحمل، ولو كنت قلت لها كده اكيد كانت هتيجي تقول لك، وساعتها انت ممكن ما ترضاش تيجي، علشان كده طلبت مقابلتك بدون تفاصيل.
طب يا دكتور انا ايه المطلوب مني بالظبط؟ ولا حاجه يا ماما، طلب منه تحليل واحد يعمله وخلاص. يعني انت الحمد لله سليمه ما فيكيش اي حاجه؟ انا الحمد لله، بس ادعي له هو كمان يطلع كويس. ان شاء الله هيطلع كويس. ايه القلق اللي انتوا فيه ده؟ امال التاخير ده جاي منين؟ فين يا حبيبتي التاخير؟ انتوا مستعجلين على ايه؟ ده انتوا عرسان جداد. على فكره بقى انا وافقتكم على المروح للدكاتره والجنان ده كله عشان القلق اللي ممدوح فيه. بس انا على فكره هتخانق مع الدكتور ده. ليه بقى؟ لانه كان المفروض يطمنا، ما يسيبناش قلقانين كده. ده انا ما نمتش طول الليل من كتر الكوابيس. مش الحمد لله جت سليمه؟ خلاص بقى. طب انا كده ايه، المفروض اروح له تاني؟ ليه يا حبيبتي؟ انت كده براءه خلاص. طيب انا هقوم بقى يا ماما لاني تعبانه قوي من كتر الضغط العصبي اللي كنت فيه امبارح. طيب يا حبيبتي مع السلامه. على فكره قولي لبابا ان انا زعلانه منه عشان ما بيسالش عليا، وانا جيت كذا مره هو مش بلاقيه. حاضر يا حبيبتي هقول له. هو لسه ما ابتداش في شغله؟ اه. غريبه قوي، امال بيروح فين؟ مش هو ده فريد ابو العيله؟ ايوه فريد ابو العيله. يا عم مش هو ده، واحد شبهه. استنى انا هندق. فريد، فريد ابو العيله، ابو عمر، فريد. ما دخلش بيته ومش على طول. الله يخرب بيته مطرح ما هو قاعد، الحال واقف والسوق نايم والفلوس اللي عنده لا حس ولا خبر. لما يرجع من السفر يدهم لك. انت بتهلفط بتقول ايه يا فريد؟ يعني ايه بتلف حوالين العماره مش قادره تطلع؟ هاتي يا ماما. يا بنت استني. يا ماما هاتي. ايوه يا بابا. ايه؟ مين اللي شافك؟ يعني يا بابا هو هيفضل قاعد على طول؟ ما مصيره هيقوم. ما تتاخرش انت بس. انا مش هتعشى غير لما تيجي. سلام. قال لك ايه؟ هيجي طبعا. هو يقدر يرفض لي طلب؟ والله ما انا عارفه اخرة اللي بيحصل ده ايه. يا لهوي، كل الناس متربصه له عايزه فلوسها. يا ماما يعني هو في حد بيقول يا رب تعيسني؟ وبعدين ما هو ياما حاول يعدل الحال وبرده مش راضيه تمشي معاه. عشان هو حاله مايل لوحده، يقعد يستلف فلوس الناس ويضحك عليهم ويقول لهم بشغل لكم الفلوس في التجاره شهر والتاني، ويدواهم حلاوه المكسب وكله من راس مالهم، يعني من دقنه وفتله، وفجأة هوب معلش السوق نايم، الحل واقف، استنوا شهر، استنوا التاني، وبعدين يبدأ وجع الدماغ. اهو انتي كده يا ماما، دايما مكسرة مقاديفه. هو صحيح يعني بياخد من الناس على ذمة الشغل لكن مقفلة معاه. خليك انتي كده على طول في صفه، انتي اللي مقوية قلبه. وانا عايزة ايه يا اختي غير ان ابويا يبقى قلبه جامد كده ويفوت في الحديق. اطمني يا حبيبتي، اهو قلبه مات ومش عايز يصحى. وانت يا سوسة. اه يا ماما. انت اللي شورتي عليه بشوره مراته القديمه الغنيه، لما نشوف دماغكوا سوا دي هتوصلنا لفين؟ تلاقيك انت بس غيران يا حلو. انت يا حلو فاشر. هتضل ما انا غيرانه. انا عارفه ابوكي كويس زي القرش البراني، هيقعد يلف 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 وفي الاخر يرجع لقيت صاحبه اللي هو انا. لا ما ينفعش كده. انا عايز افرح بيكوا بقى. ما فيش حد فيكم كده عايز يخطب ولا يحب ولا ياخد اي خطوه؟ حقيقي نفسي افرح. لا 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 لا، انسي الموضوع ده خالص، لسه بدري جدا على موضوع الجواز ده. انت ايه، عايزه تحرمينا من شبابنا ولا ايه؟ طب خلاص براحتك انت. وانت يا حبيبي مش عايز تفرحني نوبك فيا ثواب؟ لا لا بقى، ابو حميد بقى تلاقيه ايه مظبط بنت عمته السنيوره دي. لا امنيه مش في دماغ احمد خالص. انا مش عارف انت جبت النظريه دي منين اصلا. انت عايز تفهمني يعني انت مفيش تظبيط وتربيط والجو ده؟ لا خالص، دي اختي. اختك يا ابني؟ انت فاكر نهبل؟ انا شم ريحه الحاجات دي من على بعد ميل. الظاهر ان انت كنت مسكوب، ما شمتش كويس، لان احمد في دماغه جوازه تانية خالص. يوه يا ماما، دلوقتي مش هيسكت غير لما يعرف مين هي دي. لا لا، ما انا عارف مين هي، اكيد البنت الهبله بتاعتك بتاعت الاول دي. ايوه هي البنت الهبله دي. انت بتسجدني ولا ايه؟ الظاهر فريد جه. بابا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي، مساء الخير. مساء النور. ايه دي؟ دي برانيت هنبتدي نصنعها في مصر هنا وشركتنا هتوزعها. نعم. عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. ازيك يا حماده يا حبيبي، وحشني، ما شفتكش النهارده الصبح. حضرتك اكتر والله يا عم. اتعشيت يا فريد؟ لا بس ماليش نفس، عايز اخد دش اغير هدومي وبعدين اجي لكم. اتفضل يا عم. طب بابا انا عايزك في موضوع كده. اوكي. تعالى يا حبيبي، عند اذنكم. كده برضه يا ماما، كنت هتقولي لطارق على حكايه ساره؟ طب وفيها ايه؟ هو انت كنت اتقدمت واترفضت لسمح الله؟ لا بس يعني ملوش داعي. انت الموضوع ده مأثر فيك ولا ايه؟ لا مش مأثر ولا حاجه، انا اصلا ما كانش في بيني وبينها اي حب ولا اتفاق،
في شك طبعا ان انا عايز استقر، فما كنتش شايف يعني بالنسبه لي غير ساره هي اللي ممكن تحقق لي الامنيه دي. ربنا يبعت لك اللي تستاهلك وتستاهل حنيه قلبك. ايوه والنبي ادعي لي يا ماما، ادعي لي بقى عشان انا فعلا نفسي استقر. يا حبيبي ربنا ينولك اللي في بالك. تستقر؟ هو انت كده مش مستقر؟ لا طبعا يا طارق مش مستقر، انا مخنوق. انا بصراحه مش شايف اي سبب اللي انت بتقوله ده يا بابا. ماما واحمد علاقتك بيهم زي الفل، وبصراحه ما صدرش منهم اي حاجه تخليك تقول كده. مش شرط، انا مش عايش في ملكي، مش عايش بفلوسي. طب ما انت ما قدامكش اي حل الا انت تستنى فلوسك دي. انا طارق قعدت الف وادور عشان حد يسلفني، ولو حتى عشان اخلص الفيلا، ما لقيتش. مين هيسلف واحد مليونير ما هماش شايفين فلوسه؟ طب ما هو الحل الوحيد بقى ان انت تكلم اي حد من اللي كانوا معاك بره دول، هم اكيد شافوا وضعك هناك يعني ممكن يسلفوك. ايه؟ لا يا طارق ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ يا طارق حبيبي ما ينفعش، لان ده يقللني في السوق. لو الناس شافوني كده هيستضعفوني، وساعتها املاكي كلها هتترمي بتراب الفلوس. عندك حق. طب وبعدين؟ مش عارف يا طارق، انا خلاص دماغي بتلف وتدور على الفاضي. انا لازم اي حد يسلفني بسرعه لغايه ما فلوسي تيجي. يلا يا حبيبي الفطار جاهز. لا ماليش نفس. كل انت حبيبتي بالهنا والشفا. ليه يا ممدوح؟ ما احنا بنفطر كل يوم مع بعض. اصل معدتي تعبانه شويه، ولو كلت هتعب زياده. يا حبيبي الف سلامه عليك، هعمل لك كوبايه ينسون بالعسل هتريحك قوي. لا لا مفيش داعي، انا هنزل على طول. طيب براحتك. ممدوح انت شكلك قلقني قوي، ما بلاش تنزل الشغل يا حبيبي النهارده وانت تعبان كده. ما تقلقيش عليا يا حبيبتي، انا هبقى كويس ان شاء الله. طب لما توصل الشركه كلمني. انا هوصل متاخر عشان عندي مشغول كتير. سلام. ممدوح بيه لسه ما وصلش؟ لا لسه ما وصلش يا فندم. طب اتفضلي انت. رحت فين بس يا ممدوح وسايب الدنيا معكوك؟ ولا انا كمان بيرد عليا؟ ايوه اتصلت بيه لغايه دلوقتي اكتر من 10 مرات ما بيردش. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير يا حنان. طب عموما لو كلمك او حتى رد عليك يا ريت تطمنيني بسرعه. اوكي مع السلامه. ممدوح بيه وصل مكتبه يا فندم. طب روحي انت وانا جاي له حل. ممدوح ممدوح ايه مالك؟ ابدا ابدا ابدا. ده ايه ده؟ انت حالتك تعبانه وكيانك كله متشقلب. انا كمان حاسس اني مش مظبوط خالص. انت اتخانقت ويا حنان ولا حاجه؟ هي الحياه بتخلى من خناق ولا زعل. طب قول لي بس ايه سبب الزعل يا راجل؟ تلاقيها حاجه بسيطه ولا حاجه، بس علشان انتوا لسه مستجدين افتكرتوها حاجه جامده تقريبا. اه انت شكلك كده وردودك مش عجباني. والله يا اخي انا كمان مانيش عاجب نفسي. انت مش عايز تتكلم ولا تقول اي حاجه؟ عموما انا هسيبك لما تهدى خالص وبعدين نبقى نتكلم مع بعض شويه. ده طبعك طول عمرك، ما تطلعش اللي جواك الا لما تهدى خالص. صحيح يا مراد، هي شحنه المعدات الكهربائيه ورقها خلص؟ يا راجل ده انت مش في الدنيا يا استاذ. الورق في مكتبك من امبارح وانت متاخر ومعطل الدنيا. يا تصدق فعلا انا نسيت خالص. على العموم هخلص الورق وهبعته لك على مكتبك. ولا يهمك يا حبيبي، المهم انت تروق وتبقى هادي كده. ما تنساش تبقى تطمن حنان عليك. مش اطمنتي عليه خلاص؟
قلقانه ليه بقى؟ اصله كان خارج الصبح تعبان قوي وعنده مشاكل في معدته، ولحد دلوقتي قافل موبايله وما بيردش، محدش عارف هو فين. خلاص لما يجي يساليه اكيد هيقول لك. بس يجي الاول واشوفه، كان صوته متغير قوي وانا بكلمه. مساء الخير حبيبي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اهو جالك اهو يا ستي، يا رب تهدي بقى. وانت يا استاذ مش لما تحب تتاخر تبقى تكلمها وتطمنها عليك، كانت قلقانه عليك قوي. معلش عن اذنك. ايه ده بصي شكله متغير قوي. طب ادخلي اطمني عليه وانا همشي. طب خليكي. لا همشي وانت ادخلي له. طب بصي لي اذن وعرض. حاضر هكلمك بالليل عشان اطمن عليك. ماشي باي ماما. باي. شكلك متغير قوي. ابدا وايه اللي هيغيرني؟ هو انا لسه هعرفك يا ممدوح؟ انا من الصبح حاسه انك متغير، حتى صوتك وانت بتكلمني على الموبايل حسيت انك مش انت. شويه ضغوط في الشغل وهيروح لحالهم. انا هنام. هتنام المغرب كده؟ معلش اصل تعبان قوي. طب مش هتتغدى؟ ده انا عامله لك حاجات بتحبها قوي. ماليش نفس. كيلو كمون ناتي وربع مصدرمه وتم زيتون مش ناتي. اهلا 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 فريد بيه. اهلا. فينك يا راجل مش باين هنا ليه؟ ابان فين يعني؟ هنا هنا عندنا هنا. ولا انت بقى متخانق مع مريم هان وما بتجيش هنا؟ قطع رجلك. هاني محاف كده مفيش احترام. يا راجل احترام يبقى القاب ايه؟ انت انسان غريب غريب بالنسبه لمريم، لكن انا بقى جيره وعشره. ده انا وهي اصحاب خالص 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 خالص. اوعى تتضايق اوعى تتضايق من الحاجات دي. مفيش حد في الدنيا يقدر يحكم على علاقتي بمريم في الدنيا كلها الا انا وبس. علاقه قويه وجميله كلها حب واحترام وود. بقول لك ايه يا استاذ عمر، انت باين عليك فايق ورايق وانا مش فاضي. ليه رايح مشوار ولا ايه؟ اللهم طولك يا روح. انت اخر مره اتضربت امتى يا استاذ؟ انا مش عايزك تتضايق مني، ده انا بحبك يا راجل، ده احنا اصحاب وجيران. ايوه احنا اصحاب وجيران بس انا مش طايقك. حلوة حلوة. اتفضل. لا ماليش مزاج، انا هدخل بقى اشوف النشره الجويه. طب اوعى تمطر عليك. مفيش داعي للعشاء بقى، عنها ما اتعشت. والله زمان يا فيري. وحشاني يا فوق او وحشاني قعدتنا الحلوه سوا. انت يا راجل مش هتبطل قوامطه من يوم ما خدتك وانت بكش ملوش اخر. هو انا هفضل مظلوم معاكي كده على طول؟ محدش فهمني ولا واقف في صفي الا حبيبه ابوها قمر. منها طلعالك. اسكت يا فريد، انت كل ما تعمل مصيبه البت قمر تقعد تدافع عنك. ايه ولا اجدع محامي. وليه ما تقوليش انها عارفة ان انا نيتي خالصة وطيب القلب. طيب القلب اكمنها حبيبي ما طرستش منك زيي. انت هتقعدي تقطميني بقى على القرشين اللي مديون لك بيهم؟ اقصى عليك يا فيري، مديون ده ايه؟ اوعى تقول كده حبيبي، انت مش مديون بالفلوس، انت لهفت الفلوس بلعت الفلوس. يلا بالهنا والشفا، صحتين على قلبك. ده جزاتي برضو. انا كنت عايز ازود لك فلوسك اللي ورثتيها من ابوكي واعمل لك راس مال داير في السوق يجيب لك ارباح كل شهر. لا جاب لي ولا ودالي، عوض على الله. اما نشوف بقى يا سيدي القرشين اللي هتاخدهم المحروسه بتاعتك هتديهم لي ولا لا. هتشوف يا فوق، هعوضك عن كل اللي فات واللي جاي. قول يا فريد، الحكايه هانت؟ دي هانت واستوت وطلبت الاكال يا شارس انت يا جميل. الا بالحق يا فريد، مين من عيالك في صفك ومين في صف امه؟ الواد طارق في صفي، طالع لي حاسس بيا، عشان كده حاسس ان احنا قريبين قوي من بعض. يا عيني على امه، ده يبقى واد نصيبه. كتر خيرك.
هو ده اللي انت قادره تقوليه؟ فين قمر حبيبي؟ ابوها تيجي تنصفني دلوقتي. بس يا حسن، وراح ابويا قال لي لا ما ينفعش كده، انا لازم انزل لاخواتي دول واجيب منهم مرسي بالعافيه. وارجع يا بنتي يا قمر اجيب لك كل اللي نفسك فيه وزياده كمان. والورث ده يطلع قد ايه كده يا امورتي؟ ايه كتير قوي يا حسن، كتير 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 قوي. يا لهوي انا بحبك حب يا بنت يا قمر. عارف والنبي عارف، والنبي كان نفسي ربنا يكرمني بقرشين عشان اقدر اتجوزك واعيش معاك العمر كله. طب ما تقول لابوك يبيع الورشه بتاعته ويديلك بيها قرشين يسندوك، بدل ما انت دارس اشحت كده مش لاقي المصروف. ابويا ده انا خلاص زهقت منه، انا لو عليا اقتله وارتاح منه. تقتله ده ايه يا واد؟ انت فاكره برغوت؟ انت اصلك مش فاهم حاجه، انا شايف الفلوس بعناية الاثنين، عامل زي العطشان هيموت على نقطه ميه ومش طايلها. سلك روحك، خد من وراك، ما هو حقك يا واد. ابويا ده راجل لئيم عقرب، القرش ما يخرجش من تحت ايده حتى لو موت قصاده. امال بتشوف الفلوس فين يا حسن؟ وهو بيديها للسنيوره مراته. الهي ما تاوعى تتهنى بيهم يا رب. يعني انت حتى لو قلت له ان احنا عايزين نتجوز برضه مش هيديك؟ بقول لك حتى لو موت قصاده. معلش بكره هتتعدل يا حسن. ابوكي بقى يورث ويشغل فلوسه في كام مشروع يشغلني فيهم، هتبقى سبوبه عشان نعيش مع بعض. يا رب يا اخويا يا رب. الله احلى ترمسه من احلى فندامه. انا حاسه انك متغيره وشكلك مش طبيعي، فيكي ايه يا حبيبتي؟ ابدا يا ماما، انا بس ما نمتش كويس. هو انا عبيطه عنك؟ قولي لي يا حنان، انت زعلانه او متخانقه مع ممدوح؟ لا خالص والله ما متخانقين. امال يا حبيبتي شكلك حزين كده ليه؟ قولي لي، ممدوح عمل التحاليل اللي طلبها منه الدكتور طاهر؟ انا سالته قال لي لسه، قال ان عنده كربسة شغل اليومين دول ولما يفضى يعمله. الله، اشمعنى؟ انت لما كنت هتروحي للدكتور كان بيستعجلك، ولما طلب منك التحاليل والاشعاعات خلاكي عملتيهم في نفس اليوم ولففك على الدنيا بحالها. ما انا مش قادره اقوله كده بقى يا ماما، عيب يعني، كاني برد له اللي عمله معايا، فسايبه لما يقرر براحته. خلاص يا حبيبتي اللي يعجبك، بس انا المهم عندي اشوفك مرتاحه وبالك رايق. انا لقيت نفسي متضايقه من القعده لوحدي عشان ممدوح مشغول على طول، فقلت اجي اسلي نفسي واقعد معاكم في السنتر شويه، وكمان وحشتوني قوي. انت عارفه ان انا بفرح قوي لما بتيجي، وكمان اخواتك لما يعرفوا انك انت هنا هيسلوكي جدا. مبروك عليك المحل يا ستي. الله يبارك فيك يا حبيبي. الحمد لله، اهو الموضوع جه بسهوله ومن غير وسايط ولا اي حاجه. الحمد لله، انا ما احبش حد يتكلم عني نص كلمه، وانتوا عارفين. على فكره احب اعرفك حاجه، عامر بيه في الشغل صعب جدا جدا فوق ما تتصوري. صعب سهل لنفسه خليه براحته، وانا ليا بقى المحل براحتي. لا يا حبيبتي، انت مش حره نفسك قوي كده، انت برضو واقعه تحت سلطتي. يعني ايه، في البيت وفي الشغل كمان؟ وعلى قد سايب عادي مش كده؟ وقررتي خلاص بقى تعمليه محل فضيات؟ ده انسب حاجه، خصوصا وانا عندي خبره وخلفيه جامده في المجال. يبقى على خيره الله. وساره هتبقى معاكي في المحل؟ طبعا، بس ربنا يسهل ونخلص من الموال اللي عايزه تدخلنا فيه ده. الموال ده مش هيتحسم طول ما انتم مأجلين الرد يوم ورا يوم. المشكله ان الولد مهذب وكويس، وانا مش رافضه ولا ضده، انا ضد المبدا نفسه. وانا كمان بصراحه رغم اني ما قابلتش الشاب ده خالص يعني، لكن مستحيل اني اوافق كده ان اختي تتجوز واحد مش مصري وتسافر كده بره مصر وكاني ملهاش اهل يعني. يا جماعه احسموا الموضوع عشان هي ما تفضلش متعلقه كده وهو يفضل منتظر. وهو ده اللي لازم يحصل. خلاص يا مازن، انا اخترت وقررت، وموقف بابا وماما ده مش هيغير اي حاجه من وجهه نظري. ارجوك يا ساره، ما بدي اسوي مشاكل بينك وبين اهلك. كان بدي قصه حبنا هيدي تكون مثاليه، مثل ما بدأت مثالية بالعقل والهدوء تنتهي مثالية بالعقل والهدوء. إيه؟ تنتهي؟ تنتهي بالزواج والاستقرار حبيبتي. يبقى ما اسمهاش تنتهي. أنا مش فاهمة ليه أنتوا دايماً تقولوا إن الجواز هو نهاية الحب. الزواج هو نهاية القصة فتكون واقع، اللي أوعدك يكون أحلى واقع بالدنيا. عارف يا مازن، كتير قوي من صحابي لموني على علاقتي بيك وقالوا لي إن هي على كف عفريت، بس أنا واثقة فيك ثقة ملهاش حدود. شو هالكف العفاريت اللي تحكي عنه؟ كف عفريت ده يعني حاجة مش مضمونة، ممكن تضيع في أي وقت. فهمت عليكي، شغل عفاريت
يعني شويه فوق وشويه تحت، هيدا كف عفريت، مو هيك؟ شوفي يا ساره، الضامن هو ربنا سبحانه وتعالى، منشان هيك بدي ربنا يوفقني اني اخليكي اسعد واحده بالدنيا طول ما انا عايش وموجود. وانا متاكده من ده. قولي لي يا حبيبتي، هم يعرفوا انك وياي دلوقتي؟ بصراحه لا. ليش يا ساره؟ أرجوك لا تكرريها مرة تانية، أنا راجل أعرف الأصول، بحب أهلك يعتقدوا إني بقابلك من وراهم، مع إني بكون أسعد واحد بالدنيا وأنا وياكي. وأنا والله مش ناوية أكررها تاني، لعلمك بقى أنا متعودة مع أهلي على الصراحة، بس كان لازم أشوفك النهاردة وأعرفك موقفي، وأعرفك قد إيه إن أنا متمسكة بيك، وأطلب منك كمان إنك تتمسك بيا، أوعى تضعف يا مازن. وحياة سارة، ما برجع لبلدي إلا وأنت بهاليد وورقة زواجنا باليد التانية. أغلى شيء بحياتي. وأنا معاك، على قد ما هتتمسك بيا أنا كمان هتمسك بيك. يعني إيه يا عمتي ما تعرفيش هي فين؟ إزاي يعني؟ والله يا حبيبي هو ده اللي حصل، كلمتني في التليفون وقالت لي إنها لقت شغل وهتشتغل فورا وهترجع الساعة 10. يعني حضرتك ما سألتهاش فين المحل ده؟ اسمه إيه؟ بيبيع إيه؟ ما لحقتش وهي بتكلمني، قالت لي صاحب المحل جه وراحت قافلة السكة وكمان كانت قافلة الموبايل. الساعة 10 و5 دلوقتي. زمانها جاية، ربنا يسهل. مساء الخير. أنت كنت فين ومن إيه؟ في إيه يا أحمد؟ ما أنا قلت لماما إني لقيت شغل. شغل إيه بقى يا ترى؟ ممكن أعرف؟ كشير في كافيه في المهندسين. لقوا شكلي ومظهري كويس، قالوا لي تشتغلي في الضيافة، بس أنا ما رضيتش، لقيت صاحب المحل بيقول لي أنا مش هسيبك أبداً، لازم تشتغلي معايا. قلت له ينفع أشتغل كاشير؟ ما أنت عارف، عندي خبرة في محل بابا الله يرحمه. ويا ترى اسمه ايه بقى الكافيه ده؟ اسمه ترافيك. يا نهار اسود، ده مكان سمعته مهببه. انت تعرفه يا احمد؟ اسمع عنه من صحابي. وانت ما تلاقيش غير الكافيه ابو سمعه مهببه وتشتغلي فيه. وانا شعرفني يا ماما. يا امنيه، احنا مش قلنا تنزلي معانا السنتر؟ وهو لما تبقي في مال خالك كانك في مالك بالظبط. مش هينفع يا احمد، انا ممكن انزل السنتر عشان اتسلى، عشان اساعدكم شويه، لكن اشتغل في محلك اللي هو محل خالي عشان امديلك ايدي اول كل شهر واقول لك اديني مرتب، اسفه ما استحملهاش يا احمد. خلاص يا ستي، ما تنزليش السنتر خالص، وانت في كل الاحوال مسؤوله مني، تقعدي في البيت معززه مكرمه، وانا بصفتي مسؤول عنك اشوف كل طلباتك انت وعمتي. برضو مش هينفع يا احمد. اسمعي كلام ابن خالك يا بنت. بصي يا امنيه، نزوم البيت بعد كده ونروح اماكن ما تعرفيش عنها اي حاجه، ده ما يحصلش تاني ابدا، وحضرتك يا عمتي مسؤوله قدامي عن الكلام ده. صباح على خير. وانت من اهله يا حبيبي، ربنا ما يحرمنا منك ابدا. سمعتي؟ ما انت عارفه يا ماما كنت موافقه على الشغل، بس مش في اماكن مشبوهه. على العموم انا فرحانه قوي من قلق ابن خالك عليكي، يا رب تكون بشره خير. مش هتنام يا ممدوح؟ انا هخرج انام بره. نام بره ازاي؟ فين؟ في الصاله او في اي ده. استنى، هو انا زعلتك في حاجه؟ ابوس ايدك قولي لو كنت زعلان مين. ارجوك يا حنان، انا مضغوط في الشغل جدا واعصابي تعبان، عشان خاطري سيبني براحتي. مفيش حاجة يا حنان، أنا بس عندي شوية ضغوط في الشغل عشان كده متوتر ومش عارفة أعمل. خليكي براحتك وسيبيني براحتي. طب أنا هنام هنا جنبك. يا حنان اسمعي الكلام وروحي نامي في أوضتك، سيبيني دلوقتي لو سمحتي.
ممدوح من فضلك قولي انت بتعمل معايا كده ليه؟ انا عملت ايه عشان تعاملني المعاملة دي؟ يعني انت يعني مش عايزة تسيبيني انام شوية؟ انا عندي شغل الصبح، اقولها لها ازاي بس يا ربي؟ والله يا ابني انا اسف اني اقول لك اننا بعد تفكير طويل مش هنقدر نوافق على طلبك. سيد عمار، ممكن اعرف شو اسباب الرفض؟ الرفض مش لشخصك، انت انسان ذوق ومهذب وكلنا مجمعين على الراي ده. شكرا كتير لك، بس بدي اعرف كيف يكون هيدا رايكم فيا وترفضني كزوج لبنتك؟ ما انا قلت لك يا ابني الرفض مش لشخصك لكن للظروف كلها. شو هالظروف اللي تقصدها استاذ عامر؟ بالله عليك عرفني شو هالظروف، يمكن اكون الوحيد اللي بالعالم اللي ما يعرفها. ابدا، كونكم من بلدين مختلفين ده لوحده كفيل بانه يعمل هو وتباعد لما تيجوا تقربوا من بعض. وانا قلت لحضرتك قبل الحب كفيل يقرب بيناتنا. حضرتك سيدي عارفين اقل شيء بيسويه الحب هو التفاهم. يا ابني حب ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ في حب في الدنيا بالمراسلة؟ ما هي مراسلة أستاذ عامر، ما هي مراسلة. عن طريق النت أنا بشوفها وتشوفني، بحكيها وتحكيني كل اليوم بحكيها. أستاذ عامر، ممكن تصدق أني أعرف سارة أكتر من اللي حواليها كلهم؟ أكتر من أي حدا، حتى العيلة كمان. لكن كل واحد كان في بيته وسط بلده في حياته اللي متعود عليها. لكن لو واحد اتحرم من بيته وبلده وحياته اللي اتعود عليها مش هيبقى مستريح. وانا يا ابني لا عايز بنتي تبقى مش مرتاحه ولا عايزك تبقى مش مرتاح، لانك زي ابني برضه. استاذ عامر، بدي اطلب منك شيء. اتفضل. انا قاعد بالغردقه فتره تانيه، ممكن تفكر مره اخرى بالموضوع؟ ممكن تسمح لي ان ازورك مره تانيه؟ ارجوك، بدي اسمع منك رد يريحني ويهديني. ارجوك استاذ عامر. عايزين منه ايه تاني؟ هو مش قال انه هيقدم كل الضمانات اللي انتوا عايزينها عشان ترتاحوا؟ يعني ايه يا سارة؟ عايزة تسيبينا وتسيبي بلدك بالسهولة دي؟ يا ماما يا حبيبتي، انا اخترت بني ادم حبيته وحبني، ما اخترتش بلد اروحها ولا عايزة اسافر من اصله. خلاص بصوا يا جماعة، احنا ممكن نطلب منه ان هو يقيم في مصر، وكده يبقى حلنا جزء كبير قوي من المشكلة. هتفضل برضو المشكلة موجودة، لان كل واحد ليه ثقافته وطبيعته المختلفة، سواء عاشوا هنا او عاشوا هناك. ايوه بس تبقى في وسطينا وخلاص. وهو ما هو هيسيب بلده واهله هو كمان. ايوه الراجل غير الست، الست دايما باعتبار ان هي الطرف الاضعف لازم تعيش وسط اهلها وناسها. ست ساره، انت تعرفيه اكتر مننا، يا ترى لو طلبنا منه انه يعيش هنا في مصر هيوافق؟ مش عارفه يا بابا، اسالوه، ممكن يوافق وممكن لا. يا سلام، اصل احنا بصراحة يعني ما تناقشناش في الموضوع ده قبل كده. يعني هو ممكن يوافق وممكن لأ، وإحنا من وجهة نظر سيادتك لازم نوافق؟ لا يا بابا، الموضوع مش كده خالص. اللي أنا أقصده إن هو ليه شغله وارتباطاته هناك، مش عارفة إذا كان ده هيناسبه ولا لأ. خلاص يبقى اتحلت، أنت ترهن موافقتنا على إنها تستقر هنا في مصر. هو ده عين العقل.